طيب تعالوا نتكلم على ملف الـ .env. احنا عملناه في اول فيديو اعتقد. فكرة الملف ان احنا نحط فيه الاب settings بشكل عام، يعني بنعرف فيه الببليك يو ار ال بتاعنا هنستخدمه في البرودكشن، الابلكيشن نيم، ديسكريبشن، اللوكال كودز، برايمري كلر بتاعي. احنا هنقارن الببليك يو ار ال، ماشي، خليها نفتح اللي فوق ده. ازاي اصلا اعرف كيز جوه ال دوت انف فايل، وازاي نستخدمه، وامتى لما تيجي تعرف حاجه في الملف ده لما تيجي تستخدمه في المشروع ما تشتغلش معاك. فده كله هنبتدي بيه نشتغل ان شاء الله. طب اول حاجه الجنريت سورس ماب دي هنخليها فولس، عشان لما في ساعه البيلد بيجنريت سورس ماب فايلز، انت غالبا مش محتاج حاجه زي كده، هتقول انها فولس، انا مش محتاج عندي حاجه. طيب الحاجه دي انا اكتبها بشكل مباشر. كذلك اللي ممكن يتكتب بشكل مباشر هو البابليك يو ار ال. ممكن احدد هنا انا الموقع بتاعي هرفعه على ايه، ايه اللينك بتاعي، بابليك يو ار ال يساوي ايا كان اللينك. بخلاف كده اللي احنا نعرفه الباقي ده كله دي حاجات كاستم احنا نستخدمها، انا اعرفها بالشكل اللي يعجبني انا ايا كانت ايه هي، اقدر استخدمه ساعتها عندي في المشروع. بس الفكره كلها ان عشان دي تشتغل معانا مع الكريت رياكت اب، لازم اي حاجه استخدمها لازم تبدا برياكت اندرسكور اب اندرسكور كذا. يعني مثلا هنا ممكن اقول له رياكت اندرسكور اب اندرسكور مثلا مين يساوي مثلا انا اقول له اونلاين سكول. ممكن اكتبها كده لو هي فيها سبيس مثلا، ممكن اخليها من غير يعني دي اوضح شويه. طيب ممكن اقول له مثلا اب كي مثلا، او اب كود نيم مثلا، اللي هو حاجه مستخدمه بسيطه، رياكت اب كود نيم مثلا. اقول له ايه اونلاين ستور اب، او اس اي اونلاين ستور اب. هنا الاب ديسكريبشن رياكت اب ديسكريبشن يساوي اميزنج اونلاين ستور رياكت اب لوكال كودز. برضو زي ما احنا قلنا يعني من بعد الجزء دوت انا بحطه زي ما انا عايز، لكن المهم عندي الجزء الاولاني دوت او تيبيكلي الجزء ده لازم اعرفه عشان اقدر اقرا. هقول هنا مثلا عندي اي ان اي ار دي اللوكال كودز مثلا عندي. طيب رياكت اب ديفولت لوكال كود اي ان مثلا، رياكت اب ديفولت دايركشن بما انه هو اي ان فخليها ال تي ار. اوكي رياكت اب برايمري كي برايمري كولر اللون المستخدم الاساسي في الموقع، تعال نخليه حالا اسود، وده اليو ار ال. هنا رياكت اب اي بي اي يو ار ال يساوي كذا، ودي سوري دي رياكت اب بيس باس. غالبا يعني دي انا هشرحها لكم دلوقتي سريعا كده. لو البابليك يعني لو انا الموقع عندي سايت نيم دوت كوم على طول، فالبابليك يو ار ال هيبقى سايت نيم دوت كوم، ساعتها عندي البيس باس هو البيس باس هو السلاش، مفيش عندي حاجة. طب لو انا هرفع المشروع على سايت نيم دوت كوم سلاش اونلاين ستور، فخلي ده هيكون البابليك يو ار ال عادي جدا، وعرف البيس باس سلاش اونلاين ستور. فدي من الحاجات المهمه اللي تبقى واخد بالك ايه فايدتها، عشان دي من غيرها ملفات الجافا سكريبت والسي اس اس والصور مش هيقدر يجيبها. يعني يعني مثلا لو عندي ملف في السي اس اس المفروض ان هو يبقى كده هنتكلم، او مثلا في الاسيت سلاش اسيت سلاش جي اس مثلا سلاش اب دوت باندل دوت جي اس، من غير دي الملف ده هيتقري بالمنظر ده، هيتقري كده. ليه؟ لان هو هيلينك المسار دوت على الدومين نفسه اللي هو سايت نيم دوت كوم. فدي الفكره او ده الهدف من حته البيس باس، ان شاء الله تكون واضحه يعني. طيب ده الرياكت اب بيس ماشي بقى سلاش غالبا، ده هنا رياكت اب اي بي اي كي.
دي مسميات الابحاث الاساسيه اللي عندنا. ممكن برضو نعدل ملف ال HTML في البابليك، نستخدم في الحاجات دي بشكل سريع، زي مثلا هنا ال EN عشان نستخدم اي حاجه. بص هو بيقول لك اكنها زي ال variable كده، اي هنا اقول له سوري percentage react add default local code، نفس القصه اقول له direction كده وكده. اصلا حاجه دي هتتغير اوتوماتيكلي، بس دي الفكره. لما تيجي تعمل بيلد ملف ال HTML اوتوماتيكلي الحاجه دي تبقى generated، يعني بتتغير على طول. React app default direction، بس اعتقد كده يعني دي ممكن برضه نغيرها. React app name، ممكن نحط مثلا نقول له app React app code، اعتقد كان اسمه كود ولا كود نيم، والله ما فاكر، والله ما اتذكر. كود نيم. طيب ممكن نعرف برضو هنا الكالر، ممكن نعرفه هنا عن طريق الميتا تاج اللي هو السيم كالر ده، انا هشرحه بعدين. بس خليها دي دلوقتي، خلي الكالر دي هو نشوف ازاي نستخدمها عن باكج دوم، ازاي نحدثها بشكل دايناميك كمان. فدي خليها دلوقتي الحتة الخاصة بالكالر، وكمان الباقي الداتا ديت لما نيجي نشتغل على جزء الكونفيجريشن ان شاء الله هنبتدي نستخدمها بشكل اساسي. ففي هنا بقى نقطة مهمة جدا 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 كل ياخد باله منها، ان اي تعديل في ملف الانف هيتطلب انك تعمل ريستارت للسيرفر، لان البندلر اللي هو الويب باك المستخدم في رياكت بيقرا ملف الانف من اول مرة قبل ما تعمل له ستارت. مجرد ما تعمل ستارت بياخد الداتا اللي فيه وبيوقف على كده. دي حاجة. الحاجة التانية عشان نستخدم اي قيمة من القيم ديت، يعني مثلا لو عايز اجيب اللوكال كود عايز استخدمه مثلا في ملف الاندكس، جيت انا قلت كونسول لوج على طول، عايز استخدم الكي دوت، فانا اقول له بروسيس دوت ان دوت كذا. دي فكرتها ان انا استخدم الكي بتاعي، فكرة البروسيس ولا طول يعني. اعتقد ان هي كانت مظبوطه. دي الطريقه ان انا استخدم فيها اوكي ماشي مش مشكله، ان انا استخدم فيها ال env values داخل React App Project. ان شاء الله تكون الدنيا وضحت ويكون الموضوع بسيط ان شاء الله. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنبتدي نشيل الجزء بتاع الستارت ابلكيشن ون introduce هونجز React اهي، ونشوف ان شاء الله الشغل بشكل منظم اكتر بيمشي ازاي، وهوريكم داخلين الباكج من جوه شكلها عامل ايه.